لو كانوا بعدهم عايشين ملوك ورؤساء وحكام عرب على قيد الحياة، كان اخترت لهم هاي العطور اللي بتناسب من وجهة نظري كانت شخصياتهم الفخمة. منبلش بملك فيصل، ملك المملكة العربية السعودية سابقا، وأسد من أسود العرب. مختار له سفاري إكستريم من عبد الصمد القرشي، عطر فخر الصناعة السعودية الفخمة الرزينة اللي بتناسب ملك من ملوك العرب. رقم 2، الشيخ زايد رحمة الله عليه صاحب كلمة الحق. منقول له الله يرحمك ويحسن إليك، بختار له واحد من أفخم العطور الإماراتية اللي اسمه فخر الإمارات، وهو عن جد من فخر الإمارات، مور أوف عود، عطر فخم بناسب شخصيته الفخمة رحمة الله عليه. رقم 3، الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين رحمة الله عليه، وكل التحية والحب للجزائر بلد المليون شهيد. بختار له كنت فيتيفير اي دي بي من شركة جرلان، عطر فخم رسمي كلاسيكي وعطر مناسب جدا لشخصية بومدين رحمة الله عليه. رقم 4، صقر العرب صدام حسين الله يرحمه ويحسن إليه، بختار له كنت فهرنهايت من ديور، حسب ما بيقولوا انه كان هو من احد عطوره المفضلة. رقم 5، ياسر عرفات ابو عمار رحمة الله عليه، بختار له ديور سوفاج الكسير، عطر رسمي كلاسيكي، هو دائما كان يلبس البدلة العسكرية الرسمية. رقم 6، معمر القذافي رحمة الله عليه، بختار له عود امبريال، عطر رائع جدا شرقي فخم بناسب شخصيته العنيدة الشرقية اللي كانت دائما او اغلب الاحيان على حق، وما عرفوا قيمته الا بعد ما ماتوا. رقم 7، انور السادات رحمة الله عليه، رئيس مصر ام الدنيا في هذاك الزمان، كنت بختار له ارامس، عطر بناسب شخصيته، وكمان العطر على ايام السادات ممكن كان متواجد وبيعرفوا، والله اعلم. رقم 8، رئيس سوريا السابق حافظ الاسد، بختار له عطر دن من زرقوف او اكسرجوف. رقم 9، الملك قابوس رحمة الله عليه، ملك سلطنة عمان الغالية، بختار له عطر من فخر سلطنة عمان وصناعة سلطنة عمان، هو أمواج إبك، عطر هادي فخم ورزين مناسب لشخصيته الرزين. رقم 10، الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة على قلوبنا رحمة الله عليه، كنت بختار له إكسندريا من أورموندي جين، عطر فخم جدا ومناسب لشخصيته الفخمة. رقم 11، بنختار لرئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الغالي علينا كان رفيق الحريري رحمة الله عليه، بنختار له عطر فخم كلاسيكي ومناسب كان لعمره ولمقامه، عطر جايبور أودو تواليت من شركة بوشيرون، عطر صح سعره مش غالي كثير بس عطر فخم وبناسب عن جد الشخصيات الفخمة، والله يرحمهم. وسمعونا الفاتحة عن أرواحهم الكريمة، والسلام علينا وعليكم.